مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ويعني احنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم وكلامنا عن ذكرى 30 يونيو العظيمة. فيعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين ستات مصر دائما في ظهرها، فقد شاركت المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو بمختلف الأعمار، بداية من الأطفال حتى الفتيات والشابات وكبار السن، فخرجت ربة المنزل والفنانة والكاتبة والصحفية والعاملة لتعلن عن رفضها لحكم جماعة الإخوان الإرهابية. هنتكلم أكتر عن المرأة ودورها. معانا على الهاتف الأستاذة مجدة محمود، رئيس تحرير حواء السابق ومقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة. صباح الخير أستاذة. صباح الخير يا أستاذ يوسف. صباح الخير على كل المستمعين والمشاهدين وعلى مصر كلها. يا رب كل سنة وحياتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير وأمن وأمين يا رب إن شاء الله. الحقيقة طبعا يعني احنا لو اتكلمنا عن دور المرأة طبعا مش هيوفي يعني فضلها طبعا مكالمة او كده، ولكن احنا طبعا بنحاول يعني نوضح في يعني اليوم الجميل والذكرى الجميلة دي طبعا يعني دور المرأة، فحابين حضرتك تقول لنا دور المرأة في ثورة 30 يونيو كنت شايفها ازاي؟ يعني انا عايزة اقول ان المرأة بعد ما عاشت عام من التهميش والاقصاء والوقت، يعني احنا شفنا العام اللي حكمونا فيه الجماعات الإرهابية قد ايه تعرضت المرأة للتحرش والاغتصاب والتهميش، ويحطوا وردة مكان صورتها بدل صورتها في الدعاية الانتخابية لغاية ما جه دستور 2014 بالمادة 11 منه اللي بتمنع التمييز وبتحقق المساواة للرجل والمرأة على السواء. فكان بقى بدأت الحياة تتفتح، بدأت عودة الروح مرة تانية لمصر وللمصريين وللمصريات. عندنا لو اتكلمنا مثلا عن دور المرأة، عارفين انها خرجت في 30 يونيو بولادها بأسرتها كلها ووقفت وخرجت في رمضان وفي عز الحر ومش خايفة، ورغم اللي كان بيتعمل ورغم التهديدات اللي كانت بتوصل، تهديدات في البيوت، تهديدات في كل مكان، وتربص بالمرأة بشكل أكبر من أي حد تاني، لأنهم هم كانوا على يقين إن هي المحرك الرئيسي للأسرة وبالتالي المحرك للمجتمع. فكانت المرأة هدف رئيسي عندهم في إنهم يحاولوا يضربوها بكل الطرق علشان يعطلوا مسيرة التحرر من العدوان الداخلي اللي كان علينا يعني. الحمد لله بعد 2014 ولما المشير السيسي ندى على المرأة، هي نزلت ولبت الندى، بعد كده هي اللي نزلت ونادت عليه، هي وأفراد المجتمع كله انزل يا سيسي، وبقى السيسي رئيسي عنوان للحرية وعنوان لبداية حياة كريمة شفناها في الإسكان العشوائيات، لأنه إن شاء الله الرئيس بيقول بتبقى مصر بلا عشوائيات، وإحنا بنشوف ده بشكل كبير جدا، سكن آمن صحي آدمي بحياة كريمة لأهالينا في القرى بمبادرات الصحة الكبيرة جدا. المرأة لما وقفت الرئيس قال إن إذا كنا إحنا بندي للمرأة يعني بعض الامتيازات فده حقها، لأنها خرجت وأدت وكانت سند وظهر للبلد في أصعب الظروف. لو كلمنا بقى عن المكتسبات اللي خدتها المرأة، بصراحة زي ما حضرتك قلت هنحتاج يعني ساعات وساعات، ولكن مثلا من أبرز الحاجات لو كلمنا في التمكين السياسي، في وقت من الأوقات المرأة المصرية كانت بتمثل 2% في البرلمان، احنا وصلنا دلوقتي ل 169 مقعد بحوالي 30% من مقاعد البرلمان، ولسه إن شاء الله مكملين واصلين بالدستور ل 10% في مجلس الشيوخ، والقانون بيقول ويزيد 10% ويزيد، فان شاء الله يبقى فيه زياده. ان شاء الله المحليات بتنتظر المراه فيها 25% من المقاعد، يعني بحوالي 13400 مقعد، عدد مش قليل خالص في المحليات. ان شاء الله احنا بننتظر هذا الاستحقاق الاخير في الحياه النيابيه. لو اتكلمنا بقى عن القاضيات، لو اتكلمنا عن نائبات المحافظ، لو اتكلمنا ان بقى في محافظ، لو اتكلمنا ان في مستشاره للامن القومي، وده يعني منصب حساس جدا، مستشاره للرئيس. فكل لو اتكلمنا بقى على اخر هدايا الرئيس السيسي للمراه، هنلاقيها ان هي القرار بعمل المراه في مجلس الدوله اللي كانت ابوابه مصاده امام المراه من اكثر من 70 سنه، ممنوع ان المراه تعمل.
رفع قضايا واتخذ احكام ولم يتم تنفيذها. في الاخر الرئيس دعما للمرأة ودعما للقاضية ودورها وادائها اقر بهذا، واقر كمان بدخولها النيابة العامة، ومن اول اكتوبر ان شاء الله هنجد المرأة على منصة مجلس الدولة. وكمان بنحيي كل قضاة القاضيات بعيد القضاء اول اكتوبر. فلو كلمنا عن التمكين الاقتصادي فده بقى يعني حدث ولا حرج، ده كتير جدا جدا جدا. احنا شايفين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بيقدم عدد كبير من البرامج والخطط والمبادرات، يعني ابراز مثلا قدها وقدود، ده مبادرة وكانت عندي في الجيزة تحديدا في اكتر من فرع، وهي بتساعد المرأة على تجويد حرفتها، يعني الحرفة اللي بتقدر تكون متميزة فيها. احنا قدها وقدود عمل لها نوع من التدريب على إجادة الحرفة وتطويرها، التدريب مساعدتها في التسويق المنتج. عندنا كمان قرية واحدة منتج واحد، كنا شفنا في كفر الشيخ الألبان، وشفنا في البحيرة في كفر الشيخ السمك، وشفنا الألبان في بني سويف، شفنا أكتر من والسجاد كمان اليدوي. فقرية واحدة منتج واحد كمان كانت من المبادرات المهمة جدا، كانت من المبادرات المهمة كمان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة. يعني الدولة لا تعمل من أجل المصرية فقط، ولكن كل امرأة على أرض الوطن هي ليها حقوق على علينا. وعشان كده الرئيس يمكن لما أطلق فيروس سي كمان تم تعميمه لإفريقيا، إحنا مشروع التمكين الاقتصادي والمرأة الوافدة عندنا السيدات من سوريا ومن ليبيا ومن العراق ومن السودان ومن اليمن ومن أريتريا، كل الدول دي بتتدرب على المشغل على الخياطة والتريكو والنول والجلود، وبتتدرب على الكوافير، وبتتدرب على الطهي بكل أنواعه، وبيتم التسويق. وتعمل لهم الشهر اللي فات دورة تدريبية على صناعة الشوكولاتة، وانت عارف ان الشوكولاتة كمنتج بيتسوق كتير جدا يعني بأسعار مختلفة، وهم أجادوا فعلا في الصنعة. عندنا كمان المشروعات الخاصة بذوي الإعاقة، عندنا البرامج الخاصة بالمرأة المعيلة، عندنا كمان عدد كبير جدا من عندنا الرقم القومي. يعني جيزة لوحدها عاملة الثلاث شهور اللي فاتوا 5000 رقم قومي بالمجان. شوف بقى على مستوى 27 محافظة قد إيه. طبعاً. عندنا كمان دكتورة مايا بعدد من مشروعات القوانين اللي قدمتها لمجلس الوزراء، رفعها بدور المجلس الدولة ثم للبرلمان. شفنا قانون الختان وتغليظه الأخير، شفنا قانون الإرث لأن المرأة كانت محرومة من الإرث، لأنه ده بيصب في تمكينها. يعني لما تاخد إرثها ويبقى عندها فلوس تقدر تعمل مشروع صغير، تقدر تدخر فلوسها في أي حاجة تعينها على الحياة. لما يبقى عندها رقم قومي تقدر تروح تاخد قرض تعمل بيه مشروع، تقدر تعمل في أي مكان وهكذا. عندنا كمان اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، عندنا اللجنة الوطنية للقضاء على الختان بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة. يعني البرامج على الأرض كثيرة والخطط كثيرة، وإنجازات الرئيس على الأرض أكتر. طبعا. إحنا شايفين مصر الجديدة، مصر جديدة، شايفين جمهوريتنا الجديدة العظيمة، شايفين التطور في الطرق، شايفين التطور في الإنشاءات، شايفين مشاريع كثيرة متصلة العمالة العائدة من الخارج. العمالة دي لو كانت بس قعدت في البيت كانت بقت أزمة فظيعة على طبعا. البلد طبعا. المشروعات دي كان لها دور كبير جدا في اقتصاد هذه العمالة، وهي بالملايين، وفتحت لهم أبواب الرزق ليهم ولغيرهم. مظبوط فعلا كلام حياتك، وحياتك طبعا يعني اتكلمت باستفاضه يعني ما جميله. ما كنتش اصلت على حاجه. لا 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 خالص، ده بالعكس، ده شرف لينا. ويعني زي ما قلت لحضرتك يعني احنا فعلا ما يكفيناش الكلام عن المراه في يعني مداخله او وقت قليل. ده طبعا يعني عمل المراه فخر لينا كلنا، واحنا شفنا فعلا هذا العمل العظيم، وان شاء الله يعني يكون في مزيد من هذه الاعمال الجميله والتالق طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا يعني في الاول بشكر حضرتك يعني على هذه المداخله الجميله وعلى وقت حضرتك، ونرى المراه في افضل حال يا رب دايما على خير. بشكرك جدا الاستاذه ماجده محمود رئيس تحرير الحواء السابق ومقرره المجلس القومي للمراه بالجيزه، بشكرك شكرا جزيلا.